صباح الخير، اصبحتوا لاباس عليكم؟ تكونوا مزيانين بخير وعلى خير وما ناقصكم خير كالعاده. كنبداو نهارنا بالصلاه على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. نهار جديد او فيديو جديد، اليوم بديت معكم من الصباح. المهم قلتوني راه واخا البارح والله العظيم اول حاجه كنبدا بالقران، هو اللي كيعطيني واحد الحماس، وثاني حاجه ها الحقيقه المره. المهم قلتوني غادي نبدا الحوايج هما الاولى نطويهم، وعملت واحد اللابادوره هي خدامه كتصبر. المهم النبيره ما عندي من الفوق خاويه، جبت نغسل هاد القشيعات ديالها هادو، فين ما كتخوش يجيها كنغسلها باش مره كنمشي ليا هادو القشيعات ديال الفطور. المهم باقيين هادو وما عاد غادي نغسلهم. هادي الكيكه اللي وجدت معكم البارح، حيت قطعتها سخونه شوفي كتجي من الداخل واعره. المهم هانتوما معايا اللي درتها غادي نشاركها معكم ان شاء الله بحول الله. وهذا الشيء اللي كاينه، هذا ديال كل نهار، وهنا فين كنتغلب على الشغل ديالي يعني كل نهار بنهار، وكنتحمس معكم كذلك ومثال، واللي نوى شي حاجه في قلبه والله يوصلوا ليها. وعواشر مبروكه للجميع.
رجعت معكم من بعد ما ساليت الشغيول ديالي غادر الطواجين، طواجين مغربي كلشي كيعرفو، مخلط ديال الدجاج على حسب الناس اللي عندك، وبالبطاطا وجلبانه والقوق والتوابل ديالو اللي احتاج فيه الابزار، سكينجبير، الخرقوم البلدي شويه مليحه، درت فيه شويه ديال التوميه بس، المعدنوس، المهم التوابل ديال الدجاج وكلشي راك عارف كيفاش كيوجدوا. هنايا انا غادي نقص مع ندير معكم ديك شي تدريجيا، لان انا اليوم كنحاول هاد الايام كامله ننزل معكم غير لقطات من يومياتي، نحفزكم شنو ديروا واللي المبتدئين والهذا، وهادشي اللي كان انا كنعرف المغربيات والحربيات بصفه عامه كلهم حادقين، وانا في داري ما عندي شي هذا الخمل ديال بحال اللي كنقولوا العواشر، لان الخمل كل نهار وهادشي كلشي كل نهار ضروري منه. هنا فرشت بصيله وغادي ندير شويه ديال التومه يابسه، من بعد قطعت الدجاج هيدا فلحته، عملت شويه ديال المعدنوس اللي عندي مطحون بالمليحه ديما كيكون موجد، عملت شويه ديال الخرقوم بلدي ليبزار، عملت شويه ديال السكينجبير، المهم انتم كتعرفوا العطريه وانتم كتشوفوني كنديرها، شويه ديال التوابل ديال الدجاج حتى هي عملتها، عملت مليحه، الله يملح كلامنا وكلامكم ان شاء الله بحول الله، وشويه ديال الماء، انا ما كنشرملش بالزيت لان الزيت كنزيدو غير من الفوق باش كتدخل فيه ديك باش كيشبر ديك اللون ديال التبزيره. من بعد ما فلحت الفخيدات ديالي غادي نشرملهم باش تدخل فيهم ان شاء الله تشرميله، وجا شي طويجين انا دايره لكم مونطاج، يعني حنا تغدينا وسالينا كيجا لذيذ كي، والطاجين ما انا فين ما كنطيب الطاجين والله العظيم ما كتشيط منه حتى شي حاجه، ما كيتسيبش. المهم غادي ان شاء الله انا عملت الحيمات، غادي نشرمل البطاطا حتى هي ديك الشرميله اللي شاطت، واليدين نضافين نظافه من الايمان. البطاطا كل واحد يقطعها بالطريقه اللي كياكلوها الاولاد او الطريقه اللي كتعجبو، انا عملتها هيدا وانتم كيما بغيتوا تعملوها عملوها. المهم غادي نخلط يعني خليطون، والمهم كنتمنى لكم الخير للجميع يا ربي الحبيب والله العظيم. غادي نستف انا البطاطا استفتها هيدا مع الجناب جناب، الطويجين عندي عدلته بيدي، كنت شريته من بيلا فرانكا من واحد من عند واحد البنت، وعملت له الزيت وديك الشيء، وما كيلصق ما والو، كتجي الطياب ديالو لذيذ يا سلام. المهم هنا ملي سالت بالتستيف ديال هذا ديال البطاطا، التجلبه انا غادي ندوزها في الشرميله وغادي ندوز القوق، يعني كلشي غادي ان شاء الله نديرو. جلبانه هنايا درت شويه بالزايد والقوق استفتو وعمرتو، وغادي ملي نسالي غادي نحك واحد المطيشه، غادي نزيد عليها شويه ديال زيت العود وشويه ديال العطريه، يعني غير باش نزيدها من الفوق وصافي. اللي بغى يقطع مطيشه يقطع، انا كتعجبني محكوكه باش كتلبي الماكله. غادي نزيد واحد شويه ديال الماء، غير ثمن واحد نص كاس، حاولوا تزيدوا الماء سخون بلا كان عندكم الطاجين ديال الفخار باش ما يطرطقش. المهم صافي، هنايا زدت قريعه خضراء، هاد القريعه هذه للناس اللي هنا في اسبانيا، يعني عارفينها ديال المغرب، ماشي كبحال القريعه هنا خضراء كتكون خضراء بزاف فورتي. زدت شويه ديال الزيت من الفوق، دائما جديد مع اسماعيل. ها ولادي يهضروا على الطوسطات، ورا خوتو المرضي جابها لهم، ربي هو يحفظو ويسترو، كي كيفرحنا ربي هو يفرحو. هادي الشاي عجبتك؟ ما بقاش عندنا الكوزينه، فين نزيدو بالقشوع ديال هاد الالكتريك؟ تنفرعو كوزينه واحده اخرى. ايوا ها انتم الجديد مع منضيه. انتم الطنجره اللي جاب لي واعره، باقا ما جربتهاش، نهار اللي ان شاء الله نقرا لها الكتاب ديالها كيفاش كتستعمل غادي نجربها معاكم. ودابا عاود جاب لي هذه، الله يجيب له الخير والرباح دائما الجديد. بسم الله طويجين، ها هو باقي كيبقبق وخطفت عليه، كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا مقتطفات من يومياتي وتعجبكم. شليضه ها هي، والى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.